طفل تاني هيروح يتطهر، يروح يتطهر ينزف ينزف، المفروض ان الطهارة ما ينزفش، تلاقيه ينزف يوم واثنين وثلاثة، وبص تلاقي لونه يبقى بهتان، ويروح المستشفى العيل بعد طهارة اللي هي المفروض عملية بسيطة وسهلة يحتاج نقل دم. طب الطفل ده نزف ليه؟ نزف الطفل ده ساعات بيبقى عندهم حاجة اسمها الهيموفيليا. ايه الهيموفيليا دي؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دي في عوامل، حاجة اسمها عوامل التجلط في الجسم، لو عامل في 13 عامل، عامل واحد اللي هو نمرة 8 ده ينقص في الجسم، تبص تلاقي العيل الدم بتاعه احنا ما يتجلطش، فأي جرح بسيط يخليه ينزف 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 ينزف، يقعد ينزف لغاية ممكن الطفل يفقد كل دمه نتيجة النزف.